عدد الأفلام المشاركة فيما يقارب 70 فيلم لعدة مخرجين من دول أوروبا والوطن العربي. تم اختيار الأفلام الفائزة من قبل 5 حكام فرنسيين متخصصين في هذا المجال التصوير والإخراج التلفزيوني. يمتلك الشاب مصعب الحطامي رغم صغر سنه خبرة واسعة في مجال العمل التلفزيوني. هوايته لهذا المجال منذ الطفولة ساعد في اكتسابه لخبرة جيدة في وقت قصير. كانت بداية عمل الحطامي في مجال التلفزيون في العام 2010، حيث كان يقوم بمونتاج تقارير لوالده الذي يعمل مراسلا لإحدى القنوات الخاصة. بعد ذلك عمل مصعب رسميا كمصور وفني مونتاج لدى عدد من القنوات. بدأت أمنتج أعمال للوالد الصحفي عبد الحفيظ الحطامي، ثم بعدها دخلت عالم التصوير. دخلت بعض في عام 2011 أثناء الثورة، كانت بدايتي في عالم التصوير من خلال دخول عدة دورات في التصوير الفوتوغرافي والتصوير التلفزيوني وكذلك الإخراج التلفزيوني والسينمائي. أول عمل تلفزيوني قام بإخراجه مصعب كان عبارة عن فيديو كليب لأحد المنشدين في العام 2011، ثم استمر متنقلا بين التصوير والمونتاج لا لأجل عائد مادي بل لإشباع رغبة في داخله. طبعا أنا بشتغل من أجل أفضفض ما في داخلي عن طريق الصورة، فلهذا أحببت هذا المجال ورأيته جدا مناسبا لي كمصعب الحطامي. يعني شارك الحطامي في المهرجان بعد أن سمع عنه من أحد أصدقائه بفرنسا، حينها اتخذ قراره بالمشاركة وسارع في إعداد فكرة الفيلم وانتقل إلى الخطوة التي تليها. طرحت الفكرة والسيناريو وعرضتها على إحدى الجمعيات الخيرية في الحديدة، وبوجه تحية للأستاذ القدير مديرها التنفيذي عبد علي منصوب مدير جمعية ابن موسى الأشعري. طرحت على الفكرة والسيناريو فحبها وتم التنفيذ. كانت هناك صعوبة برزت في طريق إنتاج الفيلم تمثلت في التمويل، وهي صعوبة يواجهها معظم مخرجي الأفلام القصيرة والأعمال التلفزيونية عامة كما يقول الحطامي. الكثير من السيناريوهات الكبيرة والضخمة ما بتلاقي دعم ولا تمويل، فبتبقى حبر على ورق يعني. فالحمد لله أنا طرحت الفكرة والسيناريو على أحد الجمعيات فحبت العمل وبدأنا التنفيذ. ولكون أي عمل تلفزيوني ناجح لابد وأن يكون جماعيا، فقد تعاون مع مصعب في مراحل إعداد الفيلم المختلفة عدد من الفنيين وعلى رأسهم والده. كتابة السيناريو وكتابة الستوري بورد تمت بمساعدة والدي القدير عبد الحفيظ الحطامي، من بعدها أتممت المراحل بمساعدة العديد من الشباب طبعا. لتنمية موهبته يطمح الشاب الحطامي الحاصل على شهادة الثانوية العامة ودورات في مجال التصوير والمونتاج والإخراج في الحصول على منحة للالتحاق بأكاديمية لتعلم فنون الإخراج السينمائي. لدي العديد من الطموحات، أولها بتمنى أن أضيف لو الشيء البسيط للسينما اليمنية والدراما اليمنية. كذلك بتمنى أن أواصل دراستي في هذا التخصص في كلية هوليود. كذلك أتمنى أن أشارك في مهرجانات أكبر من هذا المهرجان، أمثال مهرجان الأوسكار العالمي. يقول الشاب الحطامي إن تحقيقه لهذا الفوز أعطاه دفعة وحافزا قويا لمواصلة مشواره، داعيا الجهات المعنية إلى دعم المبدعين الذين قال إنهم كثر في اليمن. للوسائل التدريبية أهمية كبرى في اكتساب مهارات التدريس، لا سيما في مجال العلوم التطبيقية الصناعية والهندسية، وغالبا لن يخرج الدارسون بفائدة في ظل غيابها. في التقرير التالي نسلط الضوء على طلاب معهد الحوبان التقني الصناعي وصناعتهم لوسائل تدريبهم بأيديهم. التوفيق بين ما هو نظري وعملي أمر ضروري في العلم، هذه المقولة تجسدت في المعهد التقني الصناعي بمنطقة الحوبان بمحافظة تعز، أحد أبرز المعاهد المهنية في اليمن.
يتلقى الدارسون هنا علوما تقنية وصناعية يغلب عليها التطبيق، لأنهم يتخرجون مباشرة إلى سوق العمل. المعهد طبعا يتكون من 11 تخصص، نبدأ مختصرة ممكن أن أعطي عن المعهد. يتكون من 11 تخصص اللي هي تخصصات خاصة بالهندسة الميكانيكية، وتخصصات بالهندسة الكهربائية، وتخصصات بعلوم الحاسوب. معنا 3 تخصصات في الحاسوب: إدارة أنظمة شبكات الحاسب، وصيانة الحاسب، وتخصص البرمجيات، والهندسة الكهربائية اللي هو قسم تحكم الإلكتروني الصناعي وكهرباء عام، والأقسام الميكانيكية التكييف والتبريد وأنظمة الهيدروليك والنيوماتيك، إضافة إلى قسم كهرباء السيارات وميكانيكا السيارات، إضافة إلى تخصصين من التخصصات الجديدة اللي هو تخصص السلامة والصحة المهنية اللي تم افتتاحه مؤخرا قبل 2 من الآن، وتخصص التصوير الفوتوغرافي والفيديو اللي فتح في هذا العام، وهو قسم خاص بالفتح. في مثل دور العلم هذه تتجاوز أهمية الوسائل التدريبية عن الكتب والمراجع في اكتساب مهارات التدريس، وغالبا لن يخرج الدارسون بفائدة في ظل غيابها. ما يلفت الانتباه هنا هو أن الطلاب لم يقفوا عاجزين أمام تأخر توفير اللوحات التدريبية ورمي الأعذار على الجهات المعنية، بل قاموا بصناعة وسائل تدريبهم بأيديهم. خلال السنوات اللي قبل 3 سنوات الأخيرة، فكان في اتجاه كله لبناء الوحدات التدريبية، لبناء التدريبية لخدمة العملية التعليمية، فكان فينا في تشبع في الأقسام، ففي الأقسام لبناء الوحدات التدريبية، فاتجهنا في 3 سنوات في تصميم وحل مشاكل في سوق العمل واللي جزء لابتكارات. مشروع التخرج لطلاب الدفعة الثامنة، حيث قاموا بتصميم وتنفيذ مشروع تخرج وحدة تدريبية أيضا لمواكبة المنهج السعودي، عبارة عن دائرة تحكم الثلاجة مركزية بخارية يتدرب عليها الطالب من حيث شبكة دائرة كهربائية وفحص الأجزاء الكهربائية أيضا من خلالها. ثاني وحدة تدريبية أخرى تعمل بطريقة البي ال سي، بحيث يعمل كيف يعمل مبدأ كيف يعمل جهاز البي ال سي من مخارج المداخل والمخارج، معرفة التشغيل حقه والمخارج كيف تضيء اللمبات. هذه عبارة عن وحدة تدريبية صممناها في 2006 لحل مشكلة نقص الوحدة التدريبية موجودة بموجب المنهج السعودي. المنهج السعودي للمنهج السعودي تغير عندنا في 2006، فكان في معانا نقص من التجهيزات، فعملنا حل من مواد تدريب إلى وحدة تدريبية تخدم الطلاب في الدفعة اللاحقة. ففعلا خدمت من 2006 لحد 2014، فكان لها دور فعال في تعليم الطلاب كيفية عملية التمديد الكهربائي البسيطة. كما تكمن أهمية اللوحات التدريبية في قسم كهرباء وميكانيكا السيارات، حيث يصبح التعلم من الصعوبة بمكان في حال غيابها. يؤكد مشرف المشاريع في المعهد المهندس فيصل دعقان على تميز مخرجات المعهد بسبب كثافة المواد التطبيقية التي يتلقاها الطالب ويكلف بها. طبعا هذه وحدات صغيرة لتدريب الطلاب على برنامج ونظام جهاز البي ال سي، موجودة في وحدات التبريد والتكييف. ليش في هنا تميز بالمشاريع التخرج؟ لأنه نخلي احنا الطلاب ينتجوا مشاريع في كل إطار مادة، في كل إطار مادة، بعكس مثلا بقية المعاهد أو بقية كذا يخلي مشروع التخرج في الترم الأخير. الطالب ما يحصلش حاجة يطبقها بشكل ايش مستمر، يعني ينسي المادة، ينسي المادة الترم الأول الترم الثاني. ففي نهاية كل مادة نكون فريق عمل يعمل إيش مجموعة مشاريع تخرج. لو وجدت هنا تجد إنه كل هذه الآن عبارة عن مشاريع تخرج في الترم الأول والترم الثاني والترم الثالث، تجد إنه كل مشاريع اسمه استكمال المادة، مشروع استكمال المادة. في الترم الرابع يعمل مشروع لحل مشكلة في سوق العمل، لحل مشكلة في سوق العمل غير اللي درسوه في 3 أترام. فهذه الميزة اللي كانت يتميز فيها معهد الحوبان عن بقية المعاهد كلية المجتمع. ونظرا لهذا التميز، فإحدى الصعوبات التي يواجهها المعهد هو النسبة الكبيرة الراغبة في الالتحاق بالمعهد مقارنة بطاقته الاستيعابية. المعهد على ضغط مختلف محافظات الجمهورية، ويأتي الطلاب من جميع المحافظات، من مارب، من لاحق، من إب ولحق لا توجد فيها معاهد تقنية صناعية، وبالتالي يطرح الضغط على المعهد مختلف الجهات، إضافة إلى أن المحافظة تعز بحد ذاتها
يعني بحاجة إلى عدد كبير من المعاهد، وهذا ما اضطر. عدد الأفلام المشاركة فيما يقارب 70 فيلم لعدة مخرجين من دول أوروبا والوطن العربي. تم اختيار الأفلام الفائزة من قبل 5 حكام فرنسيين متخصصين في هذا المجال، التصوير والإخراج التلفزيوني. يمتلك الشاب مصعب الحطامي رغم صغر سنه خبرة واسعة في مجال العمل التلفزيوني. هوايته لهذا المجال منذ الطفولة ساعد في اكتسابه لخبرة جيدة في وقت قصير. كانت بداية عمل الحطامي في مجال عدد الأفلام المشاركة فيما يقارب 70 فيلم لعدة مخرجين من دول أوروبا والوطن العربي. تم اختيار الأفلام الفائزة من قبل 5 حكام فرنسيين متخصصين في هذا المجال، التصوير والإخراج التلفزيوني. يمتلك الشاب مصعب الحطامي رغم صغر سنه خبرة واسعة في مجال العمل التلفزيوني. هوايته لهذا المجال منذ الطفولة ساعد في اكتسابه لخبرة جيدة في وقت قصير. كانت بداية عمل الحطامي في مجال التلفزيون في العام 2010، حيث كان يقوم بمونتاج تقارير لوالده الذي يعمل مراسلا لإحدى القنوات الخاصة.